زين هسه هذا شنو عندنا؟ عندنا كرونيك بابتك كرونيك بابتك عصير. زين هسه شنو؟ لما نجي نبدأ من هنا نرجع بس على هيك كرون. يلا ما بقى شيء. زين أول شيء شنو؟ ستومك هو الأورجان. طبعا هنا شنو تشوف؟ تشوف ذني كلها موجودات الفوفيلا والبيتس مالت الجاستريك. زين فمن تشوف الميكوزا هنا ماشية نورمال لأنه هنا انقطعت. زين وهنا رجعت. المولكس تاخذ الامتحان. شيء واحد يمكن تمام. زين. ف هنا صاير الألسر هنا بهاي المنطقة. زين هسه الألسر نجي انطقطقتش طبقة طبقة. تجي أول شيء عندك شنو هنا؟ هاي المنطقة هنا فيبرينس اكسيديت. زين فيبرينس اكسيديت. هذا فيبرينس اكسيديت بي يعني شويه اوف نكروتيك تيشو وديجنريتد ليكوسايتس مينلي ليكوسايتس. زين فهي هاي المنطقه شويه هنا تكون شو بينك شويه هي هاي شو اسمه الاكسيديت. زين وراها شنو عندك؟ هاي المنطقه كلها هاي كلها هنا اريا اوف جرانيليشن تيشو هاي بالنص. هاي الاريا مال جرانيليشن تيشو راح تشوف بيها البلد فازلز يعني بروفيتنج بلاد فازلز تشوف بيها نيوترو انفلاماتوري سيلز وتشوف بيها يعني بعد فايبروبلاست. زين وراها شنو؟ وراها نجي وين؟ هاي المنطقه مو هاي المنطقه هنا فوق عندنا شنو؟ عندنا ال عندنا الفايبروس سكار. تو ارجع هذا هنا فوق كلش الاحمر صاير شويه هذا فايبروس سكار. هذا شنو فايبروس سكار؟ يعني فايبروسس يعني هي شلون الجرانيليشن تيشو بالاند ستيج مالته صار كلش فايبروسس خلص الشغل مالته صارت فايبروسس صارت سكار. هو هنا فويا الوقت قال لك ان هاي المنطقه كلها راح تصير نفس هذا. فاذا هاي عندك هنا الفايبر سكار هنا الجرانيليشن تيشو تنزل شويه هنا عندك هاي المنطقه هي الاكسيديت هنا تقريبا هي هنا الاكسيديت وهنا الالسر. اوكي وهذا كله البيز اوف ذا الالسر اللي عرفت قلناها اللايرز اللي قلناها. لا بعد اكو بعد شنو؟ الاند اريترايتس او ليترنس ما اعرف لو نلقاها لو ما نلقاها. هي مهمه يعني اذا شفتها كلش كاركترستك بس مو شرط يعني مرات صعب تلقاها شويه. زين هسه شنو عندنا؟ عندنا اخر شيء ذن الاثنين الفزلز اللي جاي تشوفوهم ذني ذني الثنات يسموهن الانت ارترايتس اوبليترنس. ذني شلون فد يعني صارت فد بلد فزل الكوت مالتها كلش ثيك والنور اليوم مالتها كلش نور فهذه يسمونه انت ارترايتس اوبليترنس. هو هذا كرونيك بابتك السكر.